قدم شويه، قدمه يا عبد الله، قدمه شويه، قدمه. هذا ابو 6 سرندل مفحوص مجدد، استماره منتهيه، ما هو مجدد. ايوه هنا الكلام. مع نفسك يا مراد، مع نفسك يا الرهق، مع نفسك، مع نفسك ابو 6، والله مع نفسك. يجيك البتك، يجيك ان شاء الله. اطلع يا سلطان، هنا تحدي، تحدي. اطلع يا سلطان، هنا تحدي بين الربع وسلطان. ما شاء الله، يعني متعادلين ما شاء الله. اطلع يا مراد، اطلع مراد، اطلع يا مراد، اطلع. الله ما منك والله. يا مراد، الداوي يسكن على احد الشباب يوقفوك، في سيارات تيجي وسيارات طالعه. مع نفسك صح؟ لا ما قلتها المره دي، ما قلتها الاول، قلتها بس. احنا ما شاء الله 6 بس، والله في حيل، بس يبغى له بس. شايف ايش بيدي؟ شايف؟ ايش في يدك يا شنب؟ ايش في يدك ابو جلنبو؟ ماسك ابو جلنبو في يدك يا شنب. مراد المرة الثالثة يحاول. ما شاء الله ما شاء الله مراد، ما شاء الله. نرجع لابو ساري على الهمر، الهمر اتش 3، الخمسه سلندر، سلندر. طبعا الموتر جديد على البر، وابو ساري يعني تحت التجربه مع هذا الموتر، فما نقدر نعطي اي تقييمات في هذه المشاركه وهذا اليوم حتى يشوف وضع الموتر ان شاء الله، وبعدها يحلها حلال ان شاء الله. فيرجع ابو عبد الله ويدخل الارض ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن يدخل ابو عبد الرحمن ارض الميدان. يلا ابو عبد الرحمن توكل على الله. الله تبارك الله. رجعوا رجعوا يا ابو عبد الرحمن. يحاول ابو عبد الرحمن المحاولة الثانية، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، كفو كفو يا ابو عبد الرحمن، ما شاء الله. وجينا التاهو، وجينا التاهو، ميالي على التاهو، اعتقد اعتقد انه ميالي. قدم التاهو، قدمه، توكل على الله يا التاهو، توكل على الله. ما شاء الله تبارك الله، ما
ميالي يا ميالي، ما هذا يا ميالي؟ المحاولة الأولى للتاهو قيادة ميالي بات بالفشل. يلا يا ميالي المحاولة الثانية، إن شاء الله إن شاء الله. ارجع يا ميال، ارجع ارجع ارجع. شنب شنب، لا تقعد تهايط عندك يا شنب. تعال هنا تعال هنا يا شنب، تعال هنا. الهواء الهواء صفر. يرجع ابو احمد ويدخل ارض الميدان. فتك سوبر سفاري ما شاء الله تبارك الله. يلا يا ابو احمد توكل على الله. ابو احمد لا تحذف يمين، لا تحذف يمين يا ابو احمد. محاولة لم تنجح يا أبا أحمد. أبو أحمد أنت طالع لا تأخذ يمين، ترى تأخذ يمين ما حتطلع. يرجع يحاول أبو أحمد المحاولة الثانية. يا الله تبارك الله يا أبو أحمد، يعطيك خير ويكفيك شره، تستاهل. جاكم اشوف كيف شغلتك بالنيتين، جاكم بطلان متحمل. يلا بطلان جنبنا بطلان. ويرجع تركي على الرنجلر، تقدم تركي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. يرجع السفاري. يرجع السفاري. يلا يا سفاري اطلع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويجينا أبو طلال هنا، أبو طلال ما شاء الله تبارك الله. أبو طلال كفو يا ابو طلال، كفو مشاركاتك دائما جميلة. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو طلال ما شاء الله. كفو كفو يا ابو طلال كفو. خذ لك ثانية وثالثة ورابعة بعد. يا ثواني شو الجبر شاف القديم بيجي بيطلع من ورا دمهولو. قول له قول له دقيقة قول له دقيقة. يا الله يا ابو طلال. ابو طلال سوي زي الشنب، خذ متر ورا. سوي زي الشنب يا ابو طلال، خذ متر ورا زي الشنب. احنا ما نقول لك نغش، لا زي الشنب. يلا من عندك اعطيه. طلال يا ابو طلال، ليش ترفع رجلك يا اخي؟ ليش رفعت رجلك يا ابو طلال؟ يا اخي ليش ترفع؟ والله لو انك ما رفعت على طول. مع نفسك مع نفسك انت يا شنب. مع نفسك هاي المايك حقك انفك يا شنب. والله والله القطنه طارت عند مراد، جبناها تحت. طب وين فيه؟ طفيته طفيته هذه عند مراد، عند القطنه عند مراد. خلوا في جيبك. فيعود المايك للشنب.
ونلقاكم إن شاء الله في الفقرة المسائية ولا الشاف الكبسولة ينطلق ما شاء الله تبارك الله يحاول. قول بسم الله وتجيبها. أقول لك نزل الجركل صدقني تطلع. نزل الجركل. نزل خوي أنا. وقف الجركل. أنا بدي دفع. ما شاء الله. يا ولد مو تحفرت. ما أدري صار تحت. بعدين سيارة الموتر اللي معايا موتر أخونا مش على الله يبارك له مو حق الأماكن القصيرة يبغاله شد تمام مو مشد يبغاله مسافة عشان يفتح الكام معه يعطيك الباور لكن في المكان القصير ذا ما يقدر. طب كان نزلت فتحت الكام بعدين طلعت نشيل الكام كام مركب كاميرا عيالك ما جاء ولا واحد شفته اي بس ما طلعوا هلا طلعوا ها تقول شيء يا رجال هنا يا عبد الله انبطح في الارض ناملوا هنا لا يتعدى ايوه تحشير ما في الا تحشير حشروني اثنين ياسين يا مجرمين والله لو منهم بعد واحد يوقف وراك يهيب يا وجهكم ها شوف واحد من عيالك ما عليش هناك محاولات اخرى ارجع من عند الشخص اللي ورا ذاك واذا ما طلعت يا ابو احمد عادي ترى هو الشنب بنفسه ما طلع اوه والله تخيل يجيب الفرد الحين اكسر خشومكم ما شاء الله تبارك الله وفعاليه جميله كل ما برد الجو تحمسوا العيال اكثر ما شاء الله لا قوة إلا بالله والله يا جماعة والله مي سهلة لسبب إنها بدت أنا شفت السيارة كيف ترمي يمين يسار تحت هنا بس في المسافة 4 متر هذه من يوم ما تناقز السيارة تتعوج بك كذا يمين يسار انتهى موضوع باور ولا شيء وحش يستطيع هذا الوحش المتمكن ما شاء الله تبارك شفتوا شلون هذا الخطة اللي انا اقوله بطل يا مراد ما شاء الله تبارك الله ايوه روح التجارب حقت ابو فيصل هناك بالضبط هو هذا الصحيح هناك التدريب يا استاذ محل ما طلع الجمس بس يا عبد الله خلاص في جهازي في عندك على المرتبه ايوه سرواني قدام أيه ما عليش الخيارة ما سوت مفعول طيب يعطيني خيار في الليل يوم نقطع العشاء هذه حقيقة وليس بها أي تزوير تقعد بفية هنا ولا ايش؟ والله خلاص كذا تعبنا هرمنا شرب عيالك عصير شربهم شيء اخذ الطقم هذا تقلب يلا 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 الجيب جاي من هناك يا ريت ترجع بعد شوي انت اسد هذه المنطقة ما نلومك يا الزمن لا يا ابو مهند لا يلا 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 خلي يروح يا ابو مهند انت تيجي حاط رجلك لا جيت هنا ضربت هديت ليش وخر عنها
يعني ياخذ عزم من بعيد بس لا جاء هنا عند الطلعه يرفع رجله يتهيأ له انه الواجهه ممكن تضرب او شيء زي كذا. وحش يا ولد ما شاء الله تبارك الله. ظالمني ثالث ثقيل ظالمني الكفرات يا مسلم. لا والله الكفرات مره طايحه اسمه ذا هواء مليئة مختلفة شيء في 10 شيء في 9 شيء في 7 ما. والحين ايش فرق معك؟ الحين فرقت الكفرات نعم والخزان تمام والخزان غلك من الخزان بس انه انا قلت انه ان شاء الله. يا وحش يا اخوي ليه تجي توقف هنا يا ويل حالي ما صار دبل. ها؟ ما في دبل قدام ادري. يا عبد الله طلعوا. انا قلت مو ترك فيه كام تمام الكام من مسافه قصيره ما يشتغل نهائي شايف السياره عزم ما يقوم لانه استصفت حط الباور حط الباور وانا في رباضه يغوص لازم يرجع مسافه بس ما شاء الله معك قبل شيء الان طلع بعدين بينه وبينه كمان تخربت شوف لحظة السيارات وهي طالعه كلها ترقص تحت انت ما يمنت شوي اخذت شوي يسار عبد الله عبد الله جبت ندول يا عبد الله على الجهاز عبد الله يا عبد الله عبد الله ندول يا عبد الله على الجهاز يعطيك خير ويكفيك شره يا رب عبد الله يا قريقر يا عبد الله اعطوني عبد الله اللي معاه جهاز تحت اللي يسمعني رجعوه من اللي معاه جهاز واقف تحت يا شباب انا قاعد صايح عليهم جهازي مقفل عبد الله يا عبد الله ارسل ارسل ابو فيصل خلاص خلي المجال مفتوح لا توقفون اي احد كل واحد يطلع من المكان اللي يبغاه لا توقفون احد اوكي عشان ما عاد يطلع وينزل يطلع وينزل تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله خلاص ما شاء الله أبو فيصل خلاص أعطيهم كل واحد خلاص هي علامة هنا من بغى يوقف عنده يوقف من بغى يطلع من قدامه بطل زي كذا يا عبد الله يعني هو اختبر نفسه الآن طلع قدامها ما فيها شيء فأتركوا المجال خلي اللي يبغى يجي يجي من المكان اللي بيه عليك ربي ما شاء الله تبارك الله هلا بالربع يا هلا والله روح يا شنب طبعا السيارات هذه بلد وكفراتها سلك ما شاء الله روح يويل حالي كفو وهذا وراه يقول تعال الف جي خرب عليك النسار ها ما عليك هذا هنا ترى يرمي حاجات بس ما تشوفونه معه رمل ما ادري ايش معه هنا تعال هنا ها شفنا فضل المنديل شوفوه ثواني قاعد ينفض المنديل ثواني اعطينا مجال اعطي مجال بالله اعطي الشنب ابو الشباب بالله شيل الشنطه هذه خليها كذا الجيب جاي من بعيد يا رب يطلع انه بس اهم شيء يسلك الخط اللي ما فيه مطبات ايوه اهم شيء لا يضرب المطبات هذه وحش روح بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا وحش وحش عرف له صح يا هذه محفره يا مسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله
اي امر روح سامع الموتر محشور حشر. هنا بالحركة البطيئة. مو هذا اللي كان معه جيمس اليوكن طويل؟ ايوه صح؟ ايوه ابو سوبرمان. ابو با شو اسمه ذا؟ سوبرمان. ايوه طيب وينه؟ جاء ماخذ هذا يجربه. هذا ينزل عليه 8 سلندر مو وحش يصير. تحية لاخونا ابو القاسم. الله تبارك الله شغل الربع جيبه. يلا يا ولد. بدأوا يهربون. ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله يحفظك ربي. بدأوا يهربون من التكسير اللي تحت. هو ذا الصح تمشي في المسار المكسر ذا عليه العوض. راوح بدون دبل. خلاص 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 لا تحفر. التحفيرة هذه تضرك في الطلعة. ما شاء الله أكرر وأعيد وأزيد وأقول يا جماعة الخير اللي يبغى طعوس اللي يبغى شيء جمال تخييم طبعا مو تخييم مو فال أيام نتكلم في أيام الشتاء. شوفوا يا جماعة الخير شوفوا يا جماعة الخير الله هو أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من كل مكان تروح تلقى لك مكان هناك بين الجبال فيه خلف الجبال ذي فيه من هي طب وتخير ها والكرولة ها شوفوا يا موتر كرولة جاء. يلا روح شوف الكرولا وين ما شاء الله تبارك الله نسم كفراتك وامشي. انا اشهد هذا بدون دبل. دبل هذا دبل 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 خفيف من الجمس اللي جاء هذا مو ترك مو ترك ذا درانجو قديم مو درانجو والله درانجو يا ولد مو درانج عفوا رام ممكن يعني رام قديم والله احسبه زي موترك ما شاء الله تبارك الله. نادوه يا عيال روح ما شاء الله تبارك الله. شوف المواتر لما تيجي طائره الان تسلك الخط المطبات هذا لا قوة إلا بالله. لا عزم لا ولا شيء ميت. خمسة سلندر؟ أيوه خمسة ضعيف. هذا ما في شوف لو نوصل هنا. هذا قلبه يطلع. سأل الله أبو عبد الرحمن. يعطيك خير ويكفيك شر. هذا مغير دبل ولا ايش؟ ابو مهند زي ابو مهند زي بس مسافه من بعيد شوي وما شاء الله تبارك الله بدون دبل. الخواجه صنع 4 باي 4 احنا لا نبغى نمشي نجرب الواحد شوف وين طلع انت بالدبل أنا ما طلعت انا ما شجع اسمع ما طلعت. انا ما شجع الموضوع اللي بدون دبل الا اذا موتر بدون دبل حتى نصها ما طلعت لا بدبل امسك خلنا اروح اشرب عصير ولا اشرب شيء لا دبل ولا كام امسك قال ايش قال الخواجه الخواجه ينفعك قال لا ترهمون في المواتر
الأجواء ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شيء جميل جدا. أرسل بدعت لك في أبو فيصل اليوم. يستاهل بدعت لك فيه والله يستاهل. هذا فيض من قيب والله يستاهل والله. النسان محاولة النسان طلوع بدون دبل. ما شاء الله في غيرك ما طلعها بدبل، في غيرك ما طلع نصها بالدبل. الرانجلر بدون دبل طلع يا رجاء مع نفسك انت بدون دبل. الرانجلر طلع ابو محمد. الفاهمي الفاهمي يطلع اطلع يا الفاهمي اطلع. ابو احمد ان شاء الله تبارك الله ان شاء الله. ابو احمد سلطان ابو صلاح يا ابو صلاح يا ابو صلاح. ان شاء الله تبارك الله يرجع تركي على الرجل. ما شاء الله تبارك الله. كفو كفو يا تركي ويرجع الباث فين الفورتشنر الفورتشنر. وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا ابو مهند ما شاء الله كفيت ووفيت يعطيك العافيه. وينه هذا الرام؟ حياه الله. المشاركة الأولى للرام. روح روح أبو مهند زي ما أنت روح زي ما أنت سيدة روح روح لا 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 تضرب فرام لا تلف روح خليك زي ما أنت فك السيارة. امسك الدركسون اطلع يا الرام اطلع يا الرام. المشاركة الأولى للرام وما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يا عمر ابو الثاني اليوم شايفين الشنب شايفينه افترف العالم افترف العالم وجاي يشرب بيبسي هنا. الله الله يسامحك بس الله يسامحك يا شنب والله انك افتريت افتريت في النياسين لكن الله الله فوق يا شنب الله فوق. واضح النياسين اللي قفلوا عليك مع نفسك تستاهل واضح تستاهل يا شنب. يرجع الاف جي تبارك الله. يرجع لنا السيرة سيرة غمرتين ما شاء الله تبارك الله. أنا تسألني أسأل نفسك أول عيالك ليه يحشرون لي تستاهل اللي يسوي فينا يا أبو ليه تحشرون علي ما شاء الله تبارك الله. كفو لكم أنتم ما تبون تأخذون التجربة على إيش إيش سؤالك يا شنب؟ عد سؤالك لو سمحت يا شنب. ايش السؤال؟ اي سؤال اي سؤال هتسأل اسأل يا شنب. صور الناس سمع لك من الناس علمني وايش سوينا لك احنا؟ ليه تحشرون عليه باثنين ياسين؟ انت اللي افتريت فينا وانت اللي حشرت لنا وانت كل شيء. هو اللي يقول التجربه انت 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 يا شنب عدو النجاح. الله تبارك الله يبغى يبغى مسافه يفك الكام روح اعطيه يقول له قول له اطلع. السلام عليكم. مكان قصير ما يقدر ما يقدر ما في البور. تعرف اني فك البور فك البور. اي انا شو اسوي؟
مين يا سيد حشرون لي ليش؟ لسه ما شفت شيء. واحد قاطع لي من هنا والثاني من هنا وذا الطقم هذا واقف قدامي. تستاهل تستاهل يا شنب، مثل ما تعامل الناس أنا هكذا نعاملك. أنا أعطيكم خبرة وأعلمكم أشياء وأماكن وأطلعكم أسود. مع نفسك يا شنب أنت قاعد تحقط لأن ياسين. مو بالموتر، مو أطري أي موتر تحت شايف واقف ما تدينا أبو الكام ذا. أبو الكام هذا ما يقدر يطلع من هنا. لا ومسوي زعلان. مو مشد. مسوي خمسة متر ينطلق. مسوي زعلان. مسوي زعلان الحين. مع أن هو اللي حط القمح. هو اللي حط القمح. وهو اللي سوى كل شيء. وهو اللي افترف الناس وزعلان. ما يعجبه شيء. ما يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. يطلع الهمر. الهمر 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 الهمر. لا. أبو ساري. ما شاء الله تبارك الله يا شيخ، ما جات اللقطة حقتك لكن معليش. نيسان يا نيسان ما شاء الله بدون دبل يا جماعة، بدون دبل. كفو ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ومع آخر سيارة نستودعكم الله في هذه المقاطع النهارية. شكرا لكل اللي شارك في الفعالية، شكرا للمتابعين، شكرا لنشركم للمقاطع. ما شاء الله تبارك الله، هذه قناتكم، قناة العرب والخليج الأولى. ما شاء الله تبارك الله. وختامها مسك. ختامها مسك. نشوف مع مين، مين اللي بيختم؟ ما في أحد بيختم، كلهم صاروا بيوتهم. القلصة بيطلع لحاله. هذا القلصة انت بتحداني اروح اشغله. ما شاء الله. شايف الكام من هنا يفتح؟ يبغى مسافة. لكن تحشره مع الخشم الطرس مستحيل يطلع له ناقص. تحية لكم جميعا من وادي قديد الجميل الروعة. ويا ليتكم والله بس تحسون بالهواء اللي انا فيها الان، اقسم بالله العلي العظيم. يلي قاعدين في جدة وقاعدين في بيوتكم تمام. انبصر في الفيديو. انبصر. يلا يلا خلنا ختم معاه هذا. يلا سريع اخر سيارة يا ولد. ختم معه ست سرندل. يا والله وين رجع ذا؟ ورا ورا ورا. تفك تفك. دبل ولا بدون ذا؟ لا يا شيخ خلي. تبارك الله يعطيك خير ويكفيك شر. اخر سياره يا ولد. اطلع من الجهاز قول لهم اخر سياره. اخر سياره يا شراني. اخر سياره. اخر سياره النيسان. جات الهبقه حقهم وبنختم المقطع. ما شاء الله ما شاء الله. بدون دبل يعطيك خير ويكفيك شر. لا توقف تكفى. يلا بدون دبل يا ابو فيصل بس نازل. ها ما شاء الله تبارك الله. لا ما عاد يطلع والله. يطلع. اسكت يا ابو فيصل ما شاء الله. كفو 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 يا نيسان. يلا ها كل شو نقول اخر سياره ويجينا موته. عطني الجهاز. خذ يمين يا سرواني طلع لي السياره هذا ما ادري عمر وسريع اخر سياره. ما شاء الله تبارك الله. وبكذا نستودعكم الله، نراكم ان شاء الله، نراكم في مقاطع الليلية. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.